مرتبة السيارة ترجعها للأخير. دايم تطلب وصلة إضافية. تشتري طاقة عشان تفصل ثوب. ودك بالميديا متحلم بالسمول. ما ودي أقولك إنها راحت عليك، مرت عليك هالمواقف وعانيت منها. ننصحك تزورنا في مراكز علاج أمراض السمنة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اللي توفر لك الحلول الشاملة بالطرق الجراحية والغير جراحية بأحدث التقنيات وأفضل الكوادر الطبية.